وبشأن استكمال الكاظمي تشكيلة حكومته المتزامن مع الانتهاكات المستمرة من الميليشيات والقوات الأمنية ضد المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة واسط الناشط السياسي علي العزاوي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني محافظة واسط تلتها بابل وأخيرا في بغداد، بما تفسر تزايد الانتهاكات والعنف ضد المتظاهرين في الفترة الأخيرة رغم الوضع الصحي الذي يعيشه العراق؟ حياك الله أخي العزيز، تحية لك ولكل مشاهدي قضائية الرافدين. بالحقيقة يعني حكومة الكاظمي لا زالت تسير على نفس خطى حكومة القناصين. شاهدنا نفس ما تكلمت يعني محافظات تباعا من بابل إلى بغداد إلى واسط قبل فترة أحداث حقل النحل النفطي، لا زالت عمليات القمع المنهجة من قبل المتضررين من ثورة تشرين المباركة من الميليشيات من الأحزاب الفاسدة ضد السلطة، محاولين جهد الإمكان إعاقة الثورة أو الضغط على المتظاهرين للسنة أو الرجوع إلى البيوت، لكن إصرار المتظاهرين وعزيمتهم ما ترهبهم مثل هكذا أعمال، وإن شاء الله مستمرين ثورة الكبر. نعم أستاذ علي، يعني تعتقد أن موضوع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد دور في أحداث بغداد، لا سيما أن من أشعل هذه الأحداث هم الميليشيات وليست الحكومة؟ أستاذ الكريم، من الطبيعي عندما تكون حكومة ضعيفة، عندما تكون حكومة تحكمها الميليشيات وحكومة فاتحة المجال إلى التدخلات الخارجية، سواء هذه تدخلات إيرانية أو غير إيرانية، تركيا، سعودية، أمريكية، بالنتيجة هي تدخلات خارجية، إذا هي الحكومة مسيرة بفعل طرف خارجي، بالتالي هذا راح تنعكس على الشارع، تنعكس على ساحات التظاهر، والله أعلم ماذا كانت التعليمات أو التوجهات التي تأتي من الخارج. للأسف حكومتنا لا زالت غير قوية، غير قادرة على حسم قرار عراقي يخدم أبناء بلدها، لا زالت خاضعة للتوجهات الأجنبية. أستاذ علي، هل يمكن أن نربط هذه الانتهاكات التي توجه ضد المتظاهرين السلميين ومحاولات فض الاعتصام، هل يمكن ربطها بإعلان الكاظمي التشكيلة الوزارية لحكومته؟ سيد العزيز، احنا كنا متوقعين أن حكومات الكاظمي يعني لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها، خاصة بما يخص تشكيلة الوزراء. شاهدنا اليوم حزمة ثانية من الوزراء لإكمال كابينة وزارية، ما اجت بشيء جديد، ما اجت بشيء نادى به المتظاهرين، ايضا ما زالت ضمن دائرة المحافظة الطائفية، ضمن دائرة المكونات، بالتالي ما اعتقد انه راح يمضي طويلا في هذا الطريق، خاصة ان تحت طلعت الموقف واضح من حكومة كاظمي، اذا كان لديه نية ان يكون رجل مرحلة، رجل قوي، عليه أن يتخلى عن ثوب الطائفية، يتخلى عن ثوب المكونات والأحزاب اللي تحكمه، ويبدي بداية جديدة، ويبدي يعطي تطمينات للشارع العراقي وساحات التظاهر، على الأقل تقديم تطمينات للشارع من خلال وزراء مستقلين، من خلال تنفيذ مطالب المتظاهرين. احنا شاهدنا مرور أكثر من شهر على حكومة الكاظمي وما شفنا أي خطوة تخدم ساحات التظاهر، ما شفنا تقديم قتلة، رغم هو كان رجل يعني رجل مخابرات. نعم. والقتلة ليست بعيدين عنه، لكن لا زال نفس الدوامة، دوامة حكومة القناصين على نفس النهج يسير. نعم. أستاذ علي، موقفكم كان واضحا، أنتم كثوار من الحكومة وأيضا العملية السياسية برمتها، لكن هل سيترجم هذا الموقف على الأرض بعد إعلان الكاظمي عن تشكيلته الحكومية، خاصة أن هناك ربما أخبار متداولة تتحدث عن هناك مليونية في 30 من حزيران الحالي؟ سيد العزيز، ان الثوار وساحات التظاهر في كل العراقيه موقفها ثابت. نعم. من اول يوم اعلان حكومه الكاظمي مطالبها معروفه، مطالب يعني ماكو شخص او ساحه اختلفت على المطالب اللي اعلنتها الثوار، بالتالي انه هاي المطالب لهذه اللحظه لم يتحقق جزء منها. حتى لو كان مطلب او مطلبين لم يتحقق، حتى زياره عوائل الشهداء يوم امس الكاظمي هي زياره اعلاميه اكثر ما هي واقعيه. يعني لا شاهدنا أن يقدم قتلة المتظاهرين. نعم. لا أتى بوزراء مستقلين، لا حدد نوع انتخابات مبكرة، قانون انتخابات
مثير للجدل هذه اللحظة يدور في أروقة برلمان. بالتالي هذه الأمور ما راح تغير من الواقع شيء، خاصة احنا قلنا الثوار موقفهم ثابت انه هاي المطالب، بالإضافة اكو مطالبات محلية لكل محافظات، وبالنهاية انه الطبقة السياسية برمتها بالبرلمان الحالي هي مرفوضة من قبل الشعب. فمن المؤكد ان ساحات التظاهر بالايام القليلة المقبلة ستشهد انحرافا جماهيريا قوي. من وسط الناشطة السياسية الأستاذ علي العزاوي، شكرا جزيلا لكم.